صدق كان يود التفاعل مع ما جاء في كلام هشام برار من 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 كبير مراسلي قناة الحرة في البيت الأبيض. تفضل أستاذ. دعني أقول في البداية على أن كانت هناك فعلا إحاطة شاملة بطبيعة النظام السياسي الأمريكي كنظام فيدرالي وبطبيعة المؤسسات الوطنية الأمريكية وطبيعة الاقتراع غير المباشر في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ثبت والمتحول على المستوى المشهد السياسي ينبغي الإشارة إليه على اعتبار أن هذا الثبت كان دائما هو أن الصراع السياسي والصراع الانتخابي في أمريكا له خصوصيته. هناك اختلاف عن النظم الديمقراطية التي تعرفها أوروبا، وينبغي القول على أنه في تاريخ أمريكا كانت هناك حدة في العمل السياسي في العمل الديمقراطي، بل أكثر من ذلك التاريخ الأمريكي يقول لنا على أن هناك أكثر من 10 رؤساء أمريكيين تعرضوا لمحاولة اغتيال، قتل منهم 4 رؤساء ونجا 6 وقتل عمدة نيويورك. الجديد الآن المتحول في المشهد السياسي الأمريكي هو شخص دونالد ترامب، بمعنى أن هو شخصية جدالية. دونالد ترامب الذي هاجم الصحافة واعتبرها بأنها صحافة الفيك نيوز، هاجم حتى البارحة هاجم استطلاع الرأي، وبالمناسبة هو يرفض تماما استطلاعات الرأي وقال إنها استطلاعات كاذبة، وواجه المؤسسات الوطنية، واجه الدولة العميقة، واجه حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج، واجه المؤسسات الأمنية. حتى تصريحات اليوم كانت قوية اليوم، وقال إنه لن يعترف بنتائج الانتخابات غير عادلة ويعتبر على أنه هو لديه اليقين بأنه سيفوز في هذه الانتخابات، وعدم فوزه وسيدفعه إلى التشكيك في هذه الانتخابات.